بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد حل امتحان شهر مارس، الاختبار التاني في رياضيات سنة خمسة، والإجابة في نفس الورقة ومفيش استخدام للآلة الحاسبة. أول مسألة في اختار، حزر فزر، تلات أرباع في كام؟ تطلع الإجابة واحد. الله، واحد؟ آه واحد. يعني معنى كده إن التلات أرباع اختفت؟ أيوه اختفت. فص ملح وداب بدليل إن الواحد هو اللي طلع. طالما العدد بسط ومقام، في الضرب فص ملح وداب وطلعت واحد، يبقى الضرب يا عائشة في المقلوب، بدليل الأربعة تروح مع الأربعة فيها الواحد، والتلاتة تروح مع التلاتة فيها الواحد، يبقى العدد الكسر أو الكسر، يتضرب في كم يطلع واحد؟ يتضرب في المقلوب بتاعه، يبقى أربعة على التلاتة. طب المسألة دي يا مستر حامد شكلها صعب، أقول له فعلا شكلها صعب، بس ما تخافش هنحلها بطريقه سهله. يقوم ولد يقول لي هتعملها ازاي؟ اقول له هي دي علامه ايه يا حبيبي؟ يقول لي على. اقول له طب انت كنت تتمناها ايه؟ يقول لي مستر بصراحه كنت احب انها تبقى فيه. قلت له اشمعنى؟ قال لي كنت هقول واحد في كام بواحد يبقى فوق واحد، 8 في كام ب 24 3. اقول له يعني كنت هتكتب ايه؟ يقول لي كنت هكتب تلت، بس لو كانت فيه. ده دي على. اقول له يا ولد خليك انت شاطر، اقلب التلت يبقى تلاتة. يا سلام عليك، يبقى لو جالك على اعتبرها فيه، وحل على انها فيه في مخك. واحد في كام بواحد؟ واحد. تمانية في كام ب 24؟ تلاتة. تبقى الاجابة تلت لو فيه. طب لو على اقلبها يا بطل. الله على الجمال. طب واحدة كمان، شايف ده عدد كسري وده عدد كسري، اللي يشوف المسألة يفتكر ان مستر حامد عايز الاجابة، يعني ارفع الكسر وارفع الكسر واجيب الاجابه. ابدا والله، امال ده عايزك تكمل وراه. شوف عمل ايه، الواحد ونص تاني زبون، خلاه تلاته على الاتنين. فهمتك يا مستر، ده رفع الكسر، يبقى نرفع الكسر للاولاني بس يا ولاد. اتنين في اربعه بتمانيه، وكمان واحد تسعه، والمقام اربعه. عايزك تكمل وراه مش تحل المساله. دول مستقيمين ايه؟ برافو عليك، ده شبه الزائد. طالما شبه الزائد يبقى مستقيمين متعامدين، ينشأ عنهما اربع زوايا قائمة. حذر فذر، مين الشكل الرباعي اللي عنده زوج واحد من الاضلاع المتوازية؟ اقول له وانا مغمض شبه المنحرف، اتنين بيوازوا بعض واتنين ما بيوازوش. ادي الاتنين اللي بيوازوا بعض، ده وده، لكن دول لأ، إنما متوازي الأضلاع وعياله المربع والمعين والمستطيل زوجان من الأضلاع المتوازية، يبقى اللي عنده زوج شبه المنحرف. نيجي للسؤال ده، يبدو صعب، بقول لك شايف الرسمة اللي قدامنا؟ آه. دي ضرب تلتين في كام؟ أجيبها إزاي؟ أقول له هي التلتين جت إزاي؟ جت إن هم دول اتنين أفقي من تلاتة. طب نجيب الرأس ازاي؟ نعد الملون بالطول، واحد اتنين تلاتة من اربعة، يبقى تلات ارباع يا ولاد، يبقى افقي اتنين ملونين من تلاتة. طب رأسي تلاتة ملونين من اربعة، يبقى المسألة دي ضرب تلتين في تلات ارباع. طب نص على التلاتة، تجيب الاجابة ازاي؟ الاولاني نثبته والعالة تبقى فيه، العالة تبقى فيه، تمام. طب التلاتة نعمل ايه؟ نقلبها، مقلوب التلاتة تبقى تلت يا ولاد، اضرب فوق واحد، اضرب تحت سدس، يبقى الاجابة يا ولاد سدس، الاولاني نثبته والعلى تبقى فيه، ونقلب التلت ونقلب التلاتة تبقى تلت، ونضرب يا عائشة عدد خطوط تماثل المربع. المستر دايما يقول على المربع ده اسم على مسمى، هم سموه مربع اي كلام، اربع اضلاع، أربع زوايا، أربع حروف، أربع رؤوس، وكمان يا مستر حامد أربع خطوط تماثل تشق بالطول أو بالعرض أو قطر يمين وقطر شمال. المسألة اللي بعدها الذكية، بقول لي ولد تسعة على كام يطلع 18؟ قال لي يا مستر حامد أنت شرير. قلت له ليه يا حبيبي؟ قال لي لو كنت قلتها لي فيه. قلت له طب يا أخي افرض إنها فيه. يقول لي تبقى تافهة، 9 في 2 ب 18، يبقى الإجابة 2، بس ده لو فيه. أقول له يا ولد ما دام على يبقى أقلب الاتنين تبقى نص يا ولد. يبقى جابها إيه يا جماعة عقليًا؟ يبقى جابها عقليًا، 9 في 2 ب 18، يبقى 9 على نص هي اللي ب 18.
هزر فزر، المثلث اللي عنده ضلعين بس متساويين، اتنين بيساووا بعض، يبقى اسمه ايه؟ مثلث متساوي الساقين، علشان عنده اتنين بيوازوا بعض. نيجي للسؤال الثالث والمسائل اللفظية. يستخدم مهندس في بناء دور واحد 1.7 طن حديد، يبقى الكمية دي بتاعت مين؟ بتاعت الدور الواحد. طب فما عدد الأطنان لو 8 أدوار؟ يبقى دي كمية. يقوم مستر حامد يقول الأغنية بتاعته: طالما ادانا المفرد وبيسأل على كمية تبقى مسألة ضرب. هنشطب كلمة فما ونكتب العنوان عدد الأطنان بيساوي، ونضرب مين؟ ال1.7 أطنان في 8. ال1.7 أطنان محتاج علاج، نرفع الكسر، 1 في 8 ب 8، وكمان 7 15، والمقام 8، ولسه هنضربه في 8، وال8 تروح مع ال8، يبقى الإجابة 15. طب اللي نفسه يكتب التمييز يجي هنا ويكتب العنوان 15 طنًا. المسألة الأخيرة، يريد طارق تقسيم نص كيلو برتقال بالتساوي، امسك حرامي، ما دام شفنا تقسيم وبالتساوي تبقى مسألة قسمة. نشتال كلمة فما ونكتب العنوان نصيب كل صديق. هو مين اللي بيتقسم يا جماعة؟ النص كيلو يا مستر، يبقى النص هي اللي تتقسم على الخمسة يا رجالة. طب نعملها ازاي؟ الأولاني نثبته والعالة تبقى فيه، الخمسة دي معناها 5 على 1، يبقى نقلبها تبقى 5 يا جماعة. لا كده في اختصار ولا كده في اختصار، 1 في 1 ب1 و2 في 5 ب10، يبقى نصيب كل صديق قد ايه؟ 10 كيلو جرام. خلص الاختبار التاني يا ولاد، يا رب يكون مفيد واستفدتم بإذن الله.